ساعدني، أنا أحلى ألبس الأحمر ولا الأخضر؟ برأيي الأحمر، هذا اللون بيلبق لك كتير. شو؟ قصدك بقية الألوان ما بتلبق لي؟ أنا ما قلت هيك، أنت قلتي لي ساعدني وأنا عطيتك رأيي لأنه بحب هذا اللون عليكي، بس فيك تلبسي أي لون بتحبي. ها طيب، أنا حابة الأخضر، أحلى، بحب هذا اللون. ماشي. مرحبا، أنا أجيت. أهلين وسهلين ببنتي الغالية حبيبة قلبي. أهلين، كيفك قليلي؟ أنا منيحة. تعي عدي. أهلين حبيبتي. أنا منيحة حبيبتي. طمنيني عنك. أنا مبسوطة كتير بشوفك. قليلي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ اشتقنا لك كتير. كيف لحتى أجيتي وزرتينا؟ أمي معقول شو هالحكي؟ أنا دائما بزوركم. ومين اللي وصلك؟ أيان كان معك؟ إيه، أيان هو اللي وصلني. عن جد؟ إذا أيان هو اللي وصلك، ليش ما فات؟ بصراحة مشغول كتير اليوم، لهيك هو ما فات. ليش أنت وزوجك عم تخلونا نشتاق لكم وما عم تزورونا مثل قبل؟ معقول هيك يا بنتي؟ إيه يا حسرة، منشتغل ومنتعب لنربيهم وبالأخير بيتزوجوا وما عاد منشوفهم. لا أمي، أبداً مو هيك القصة، بس كل الوقت شغل بالمكتب أو شغل بالبيت وزادت المسؤولية. قليلي بنتي، عم تتعبي كتير؟ لا، بوقت النهار ما بكون بالبيت، مرت عمي بتدير بالها وأنا بساعدها المساء لما أرجع، لأنه ما بيرتاح ضميري إذا ما ساعدتها بشغل البيت، حرام لحالة. مبسوط منك لأنك قدرتي تكوني قد المسؤولية وبتحسي بتعب غيرك. بخ أمي. تعرفي من لما رحتي ما غيرت ولا شغلة بغرفتك، كل الأغراض ضلوا على حطة إيدك. لأنه أليش بمو هون، لهيك كل شيء بمكانه. إيه معك حق بنتي، بس عن جد بعد ما رحتي أنتي وأختك من هالبيت صار البيت فاضي علينا كتير. أليش بك كانت عاملة ضجة. بصراحة أليش بك كتير مرحة، أنا ما بشبه شخصيتها أبدا. لا حبيبتي، حتى أنتي عندك شخصية حلوة، ليش ما بياخدك مشاوير مثل ما بيروحوا ياسر وأليش بك؟ أمي أنتي شو عم تقولي؟ أختي أليش بقدرها وحظها غير أنا، كل واحد فينا بياخد نصيبه من هاي الدنيا. كمان أنتي أكيد بتعرفي أنه عيلة أيان مانا مرتاحة مادياً مثل عيلة ياسر، وما فيهم أبداً يتحملوا هيك مصاريف. أمي حتى أنا ما بحب هيك شغلات. إيه أنا بعرفك منيح. تعالي. خلي لي ياكي. تعرف منتهى بن ذكية وغير أختها وبتتحمل المسؤولية، بس يعني الأحسن ما نقول على شيء. يا ريت، كل حدا بهالدنيا بياخد نصيبه. يلي أنا مستغربته، الأم قدرت تتعلم الكبيرة كل شيء بس ما علمت الصغيرة ولا شيء. مو كل البنات مثل بعض بيحبوا يتعلموا، الأهل ما فيهم يتحكموا بهالشيء. بظن فيك تعلميها لما ترجع، بس لازم تكوني لطيفة معها. ما عم بفهم ليش على طول بتحسسني وكأني أقسى حماية بالعالم، معقول؟ للأسف أنا ما بقدر أمدحك على طول. فهماني منيح شو بتقصد بكل كلمة. خرتي لرجعتي. بصراحة واحد من رفقات أبي هو وصلني، وأنا راجع شفته وهو أصر يوصلني. لما أنا حكيت معك وقلت لك رح يجي أخذك، قلتي لي أبوك رح يوصلك. شوفي قديش الساعة. أنا بعتذر منك، ما كان قصدي إنه ضايقك. بكفي إنك بحياتي، في شي بيضايقني أكتر؟ ما فهمت ليش تضايقت مني، هلأ حكيت لك شو صار. أنت عطول بتعملي حالك مسكينة، بس لا تحاولي تخدعيني. أنا تأخرت كتير، لازم روح أعمل العشاء. اتعشي لحالك، أكيد ما رح نضل ناطرينك لترجعي، كنا متنا من الجوع. ليش عم تحاكيني بهي الطريقة؟
روحي من وشي بسرعة، لا تزعجيني، روحي. قولنا كيف كانت رحلتكم؟ أكيد كان برد كتير هنيك مو؟ أي طبعاً كان برد، ما بتتخيلي قديش فرق الطقس بين هون وهنيك. كراتشي شتوية مانا باردة هالقد، كان الجو حلو صار ينزل تلج، بس كتير انبسطنا. حلو، بابا ما أخذنا لهنيك ولا مرة. أي عادي، فيكي تروحي بعد عرسك، بس بالأول لازم تدعي إنه زوجك ما يكون مثل أيان، يكون مثل ياسر. هيك الدنيا، في ناس بتتغير حياتهم بعد الزواج، بيكونوا عايشين حياة كتير عادية وفقرة، بس بعد ما يتزوجوا بتتغير حياتهم وبيروحوا على أماكن مو شايفينها. ثانية، أنا رأيي إنه نروح نرتاح لأنه تعبانين من كل هي السفرة. أنا ما عاد أقدر لحق للكل، رح حاول فيه بكير. أنا هلأ رايحة على الغرفة، لا تطول. وأنا لازم روح. ايه ومين مانعة؟ إذا مرتك راحت أنت ليش بدك تضل هون؟ شو هالكناين آخر زمن؟ قلي لي شو بتستفيدي من كنتك إذا عم تعملي كل شي بإيدك؟ هي اللي حضرت الفطور قبل ما تروح. شو يعني ما في شغل غير الفطور؟ لسه في ألف شغلة تنعمل. ما فهمت انت شو زعجك؟ اذا بكل الاحوال انت ما بتشتغلي شيء. وليش لا اشتغل؟ انا ضيفه ببيت اخي. انا كنت بتمنى عن جد تكوني بس ضيفه، بس ابدا مو مبين انك رح تروحي، والمفروض لانك قاعده فتره طويله تساعديني بكل شغل البيت. يعني بفهم انك عم تتضايقي من وجودي هون؟ لا ماني متضايقه، انا عم اقول لك الحقيقه. ليك اسمعيني، انا وبنتي ما رح نضل عندك هون ورح نروح، بتفهمي ولا لا؟ هذا القرار مناسب. أنا رايحة أشوفها. عمتي خير؟ قولي لي شو صاير، ليش أنتوا رايحين؟ روحي واسألي أمك، هي بتعرف ليش عم تسأليني إلي. ليش عم تحكي بهاي الطريقة؟ خير شو عملت لك بنتي؟ شو هالأسلوب فوق ما كنا متحملينكم أنا وبنتي؟ يلا أمي خلينا نمشي بسرعة، ما بقى بدنا نضل هون ولا لحظة. أمشي. طولوا بالكم، ما في داعي للمشاكل. شو صاير؟ شو ما بتعرفي عمتك؟ خلص أنا ما عاد فيني أتحملهم، بكفي لحد هون. من اليوم ورايح أنا مو مجبورة أتحملك أنت وبنتك، فيكي تنزلي لتحت. صدقيني ما حدا رح يمنعك، يلا روحي، ما بقى ناقصنا مشاكل. يا عيب الشوم عليك، ليش هيك عم تحكي علي أنا؟ معقول تقلعيني؟ شو الوقاحة؟ اهدي